يعني إيه خريج هندسة؟ يعني تقعد تحل شيتات بالأربع والخمس ساعات في اليوم، يعني تطبق ثلاث أيام تذاكر وبعدين تروح تمتحن مترمين في يوم واحد، يعني محاضرات وسكاشن ومعامل ما بتخلصش، يعني تسهر للفجر على مشروع التخرج وتصحى الساعة 6 علشان تلحق المناقشة. باختصار خريج هندسة يعني اجتهاد وتعب وعلم، وفي الآخر فرحة التخرج والشهادة. بس هل الشهادة لوحدها كفاية إنك تحقق طموحك؟ للأسف لو حاولت تسافر برا هتكتشف إن الشهادة لوحدها مش كفاية، حتى دول الخليج فرصتك فيها تقل جدا لو اعتمدت على شهادتك بس. الحل إنك تاخد شهادة دولية تعادل بيها بكالوريوس الهندسة، ده بيبقى عن طريق حصولك على شهادة الـ FE أو شهادة أساسيات الهندسة الأمريكية. اعتماد شهادتك هيميزك في مجال شغلك، ده غير إنه هيتحلك إنك تمارس مهنة الهندسة ويبقى معترف بيك كمهندس. علشان كده إحنا في Engineering Tracks بنقدم لك كورس بيأهلك للنجاح في امتحان الـ FE. إحنا مش بس بنشرح الكورس ده في مراكزنا في القاهرة، كمان الكورس بتاعنا متاح أونلاين لكل المهندسين الناطقين بالعربية في أنحاء العالم. Engineering Tracks.